هدفي إنه يكون الطلاب الأطفال ياخذوا القيم والمفاهيم الصحيحة للفن، لأنه في كتير ناس مش فاهمة إيش هو الفن للأسف، وكتير طلاب بيكرهوا حصة الفن بالمدرسة عشان بتروح لحصص تانية ومش عارفين إيش هي الفن أصلاً. فأنا هدفي إنهم ياخذوا مفاهيم جديدة للفن، يتعلموا إيش الفن الصحيح ويكتسبوا. بشكل عام الطلاب أنا شايفة إنه متحمسين كتير للموضوع، مش زي ما كنت متخيلة. الأهالي كمان حابين كتير إنه أطفالهم يكتسبوا القيم والمفاهيم الصحيحة للفن، يعرفوا كيف يرسموا، يتعلموا أشياء جديدة غير الرسم، شجرة وعصفور وتكون نسب صحيحة. إحنا اليوم معكم من مركز نيو هورايزن، عنا دورة جديدة رح بدأت اليوم، هي دورة الفنان الصغير. دورة تعنا في تنمية مواهب الأطفال من ناحية الفنون. رح نتناول في هاي الدورة، رح تكون الموضوعات عديدة. المدربة معنا عم تيجي من نابلس، خريجة فنون جميلة، رح تكون موجودة عندنا في المركز كل يوم سبت لمدة 3 ساعات. الدورة رح تكون الموضوعات فيها متعددة، ليس فقط أعمال يدوية، لكن أيضا حيكون عندنا أساسيات الرسم، توازن الصورة في الرسم، وأساسيات الخطوط، وكل هالأشياء اللي رح تأسس عند الأطفال الفن بطريقة صحيحة. بننصح كل أم عارفة إنه ابنها أو بنتها عنده موهبة في الفن تجيبه عنا على المركز لحتى تتنمى الموهبة بطريقة صح. شغلة أخيرة حابين نحكيها، إنه رح يكون كل 3 شهور في عنا معرض رح يشمل كل الأعمال اليدوية اللي عملوها الطلاب خلال الدورة. شهد صلاح أبو علي، أنا جيت على هذا المركز عشان سمعت إنه في يعني تنمية مهارات للفنون، عشان أغلبية الناس ما بيعرفوا شو يعني فن. أنا عليا خراس، سمعت إنه في دورات بتنمي الفن وهيك، فحبيت أنا أنمي عندي موهبة الفن، فأجيت هون عشان سمعت إنه في أشياء كتير حلوة وبنمي هون الموهبة.